في حملة تحفيزية ويحب من حاول المرور إن شاء الله تكون تفضل خويا. هذه حملة تحفيزية تزامنا مع الدخول الاجتماعي لسنة 2020، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت وعلى غرار باقي المجموعات الإقليمية الأخرى حملة توعوية تحسيسية وطنية لفائدة مستعملي الطريق تحت شعار الدرك الوطني يرافقكم لدخول اجتماعي آمن خلال الفترة الممتدة من 18 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2020، مع إشراك مختلف الهيئات والجهات الفاعلة في ميدان السلامة المرورية والحماية المدنية. حملة تحسيسية تهدف إلى توعية سواق المركبات على احترام قانون المرور وأهمية التقيد به، ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع طريقي موضوعين تحت تصرف المواطنين للاستعلام عن حالة الطرقات، وتبقى الحيطة والحذر أساس السلامة المرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة دخول فصل الشتاء والمتزامن مع دخول الاجتماعي، تقوم مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من خلال هذه الحملة التحسيسية بحث بعض الإرشادات والنصائح للمواطنين للحث من حوادث المرور.